في قناتي من جديد. ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة. نرحب بالمشتركين الجدد اللي دخلوا القناة ونشكر المتابعين الأوفياء اللي يعملوا لي تعليقات جميلة ما يكونوا كين يشجعوني. راني نحبكم برشا وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. كما تعرفوا رمضان على الأبواب، قلت اليوم نعمل شوية تنظيمات وتنظيفات للبلاكارات وعملت لكم وصفات خفيفة طوال سهرية رمضان. وكهو في الصباح بديت بعد ما شربت قهوتي، قلت اليوم أنا يوم نشاط وحيوية، يلا معايا مشاهدة طيبة. بعد ما صليت صلاة الضحى قلت اشتريت على كيس جو دورانج بالفريز، ديجا لقيت عندي كعبة فريز ديجا شريتهم، نحيت لهم هكا هذوك، نظفتهم وغسلتهم، وبعد قشرت كعبة بورغدين تومسون ورحيتهم بعضهم، زيت شوية ماء، رحيتهم بالبلونجور. دونك عملت كيس جو فيتامين سي باهي هكا تنشط، وكمل هكا عملت كافأت نفسي شويه قبل ما نبدا في الحركه. هكا كيس جو بنين بنين، ننصحكم بيه ديما، راهو في الصباح نافع برشا. اول ما بديت عملت الخلطه معناها اللي ننظف بها، هذيا نعمل اشطر كيس خل نتاع ماكله نستعمله هنا، واشطر كيس ماء، ديما اشطر كيس خل واشطر كيس ماء، ونعمل هكا 10-20 قطره معناها البرودوي نغسلوا به الماعون اي برودوي عندك. وهذه المعطر، انا عندي معطر سيترون باش نعملوا ويل اسونسييل، 10 قط من بين 10-20 قطره. اول حاجه تبدا ريحه المنظف، يبدا ريحته بنينه برشا، ونستعمله في تنظيف البلاكارات وتنظيف كل شيء معناها يخص الكوجينه. دونك خلطت الخلطه، هي اول حاجه ديما هيك ما عادش نستعمل لي برودوي تاع الشارع بالكل، ديما نصنع البرودوي تنظيف وحدي في الدار. هذه هي اول نصيحه كننصح بها روحي وننصحكم بها، والله فكره هايله هايله هايله. ثاني حاجه بديت عندي بلاكار هذه اللي فيه البواد دو كونسيرفاسيون. انا هكا الطريقه اللي نستعملها ديما، ديما منظم يبدا البلاكار اللي فيه البواد ديما منظم. دونك حتى كيف نستعمل انا نستعمل الماعون ومن بعد كيف نرجعوا في مكانه، معناها باش ما نقعدش نقول اي من بعد تو ننظم اي من بعد تو ننظم. دونك ديما اوكا الحاجات المدورين مع بعضهم، اوكا ديجا هما منظمين، اوكا ديجا هذوما باش نحي انا كل شيء، ديجا هما ملي انا نحيت جوست باش ننظف الغبره وكهو، معناتها هما راهم منظمين، اما انا جوست باش نحي هكا الغبره ونحي هكا ساعات فما هكا شويه فش يبدا في الليمون هكايا. بعد ما نظفتهم بالطبيعه رجعت كل حاجه في مكانها باش هكيك كل الحاجات المدورين فوق بعضهم، حاجات المربعين فوق بعضهم، الماعون الريكتانغولير مع بعضه معناها فوق بعضهم. حتى كي تجبد الحاجه تستعملها تبدا هكا محلاها، معناها تستعمل وانت معناها اوكي تستعملها تجبدها من مكانها وبعد ترجعها في بلاصتها. عندي هذوما المنظمات، هذوما اللي نحط فيهم لوختي البواط دو كونسيرفاسيون، خديت كعبتين، واحده حطيتها للمدور عندها لوختي المدورين، وواحده خليتها لوختي معناتها الريكتانغولير. دونك اوكي هذوما نحطهم ديما على جنب مع الحكوك، معناها البواطيت اللي بحذاهم بحذا البواطيت، الكبير مع الكبير، الصغير مع الصغير. دونك هذه هي طريقتي في التنظيم. ما نعرفش يمكن كان عجبتكم تبعوني، والله راهي فكره هايله، معناها البواتيت ديما منظمين، وكل ما تستعملوا حاجه ترجعوها في مكانها، ديما يقعدوا معناها في بلاصتهم، حتى كيف تجي باش تستعمل ما فيسع معناها بسرعه الحاجه، الواحد فيسع معناها يقضي قضيته.
البلاكار زيدا هذه فيه كيسان عندي اللي نستعمل فيه يوميا، معناها كيسان القهوة، كيسان الماء، هذه متاع التيزانة، كيسان هذوما اللي نستعملهم متاع كل يوم، نعمل فيهم ساعات كريمة، ساعات كيسان التاي، هذه القجر معناها ديما معناها نستعمله يوميا. دونك أول حاجة شعملت نحيت الماعون الكل حطيته على الطاولة، وراهم منضاف، فما شيء غسلته معناها حويجيت هكا، مش حاجة كبيرة برشا، معناها غسلت شوية شوية، أما راهم هما ملي أنا نحيتهم من بلاصتهم راهم منظمين. دونك جوست أنا باش نعمل مادة التنظيف وننظف هيك الغبرة، نحي الغبرة ونرجع كل شيء في بلاصته. حتى راهو الحاجة كي تبداو ديما يدكم فيها مرة في الأسبوع ولا مرة حتى في نص شهر تجبد بالقجر بالقجر، مش لازم فرد نهار، معناها فرد نهار تعمل كل شيء تتعب وتولي معناها تبخل، تولي تقولي ما حتى ما تشرهش. دونك اش تعمل انت كل مرة، انت حتى طيب في الفطور ولا في العشاء وانت تجبد قجر، تنحي المعون متاعو وتنظفه وبعد ترجعه كل حاجة تنشحها في بلاصتها. كل مرة تعمل كل نهار ونهارين تعمل القجر اللي كل شيء تنظمه بسهولة تامة وما تتعبش وما تتوهكش. ما نوقوش معناها نحاول، انا ما نعرفش، انا راني انا كنت في خدمتي قبل ارشيفيست، دونك معناها ديما نحب هكا التنظيم، مغرومة بالتنظيم برشا، كل حاجة في بلاصتها ديما، حتى في الدبش، في الماعون، في حتى في كل شيء، في كل شيء ديما هكا نحب النظام، حتى في الاثاث، حتى معناها ديما كل حاجه شاده بلاصتها. ما نعرفش والله، انا خديتها من خدمتي، معناها الخدمه نتاعي تستوجب كاين عملت دوكيومونطاسيون ارشيفيست، دونك لي دوكيومون ديما منظمين. رجعت بعد ما نظفت، رجعت الكيسان في بلاصتهم، كيسان الماء مع بعضهم، كيسان القهوه مع بعضهم، هذوما كيسان الزرير زاده مع بعضهم. راهو والله حتى كي تمد الماعون ولا حتى كي تغزر هكا حتى البلاكارك منظم، راهو حتى نفسانيا ترتاح. ما نعرفش انا هكا نحس، يعني انا اذا كان حاجه منظمه تلقاني مرتاحه. ان شاء الله ديما ربي ان شاء الله يعطينا على قد ما نقدر ويعطينا صحه البدن باش الواحد ينظم وش يقدر. ان شاء الله نحمد ربي والله كل يوم الواحد يحمد ربي في الصباح، معناها كي نقوم ونحمد ربي على صحه البدن، على كون الواحد يجم. احنا ساعات نقولوا يزدي تعب كل يوم، نبداو من الصباح تعب، اما والله الحمد لله يا ربي، الحمد لله لكون الانسان يبدا في صحته، يجم يقوم في الصباح ويقوم يطيب فطوره وينظم يقدر، معناها ان شاء الله وربي يشفي كل مريض، وربي يشفي، وربي ان شاء الله كل مهموم ان شاء الله ربي يفرج عليه. اهلنا زيدا في غزه ان شاء الله ربي يفرج عليهم بركة العواشر هذوما، ان شاء الله يا ربي رمضان ما يدخل علينا بالسعد معناها وبالبركه. اوكي انا ديما قبل رمضان الاصحان زيدا كيف عندي هيك من المنظمات، ديما معناتها هيك بلاصتهم، يعني نحط الاصحان فوق بعضهم باش هكاك معناها يبداو ديما عندي قجر للكيسان وقجر للاصحان. هذه تاع الشوربه نحط فيها الشوربه ولا البوتاج، دونك ديما هذوما نستعملهم يوميا. عندي اقشار اخرين فيهم معون معناها معناتها ما نستعملوش كل يوم، ان شاء الله تو مره اخرى ننظموا مع بعضنا وان شاء الله عملوا هكا. ما نعرفش كان عجبكم الطريقه هذه نتاع التنظيم. عندي هذه زيد القجر الفوقاني زيد ما جبدتوش على خاطر ما نستعملهمش برشا، اما تو بقدره ربي تو نعملوا نهير نهار ننظمهم ونجيست باش للغبره، ما قلت انا ديما للغبره معناها نحب هكا جيست باش تنحى الغبره وبرا. بعد عندي كعبة دقلة، انا باش نعطيكم فكرة معناها تعجبكم. كعبة الدقلة كي يبداو عندك كمية كبيرة مثلا، انت باش تعملهم بفيوت باش تقعد تحطهم في بواتات ويعبيو، معناها ياخذوا مكان كبير معناها في الفريجيدير ولا في اي قجر تحطهم. اش تعمل؟ انا عندي طريقة هذية، نحط الدقلة كعبة الدقلة، نشد ساشي يبدا معناها بطبيعة صحي، ونحط فيه كعبات الدقلة،
نحط هكا هي معناها نحط برشا ساشيات عندي وبرشا هكا نصب فيهم الدقله اللي عندي، ومن بعد نسكر هيك الساشي. ما نعرفش انت تجم تسكروا بسكوتش، انا سكرته بشويه سكوتش، تجم ما غير ما تسكروا انت اذا كان تستعمل انت تحاول معناتها كي تستعمل مش لازم كي تجبد يعني باش ما يتكبش تتكبش معناها الدقله باش ما يخرجش دونك شنو نعمل، عملت شويه سكوتش ومن بعد باش ناخذ سكينه وننقب الساشي هذيك، ننقبه هكا نقبه نقب جوست التهويه معناها باش الدقله تتهوى وما تعدمش. دونك جوست تشد الساشي من الشيرتين تنقب في الشيرتين ومن بعد ترمي الساشيات فوق بعضهم وترميهم في الفريجيدير يقعدوا كل ما تستعملهم. والله هنا جاتني هكا شويه دقله هدية الفتره اللي فاتت، عملت الطريقه هذه صدقني حتى الاخر كعبه كليناها بنينه وفرشكه. عندي صدر دجاج، احنا ديما وقت ناخذوا الاسكالوب دو بولي ديما كي نشويوها تحسوا احرش، نعش نحسوا موش ارطب. اللهم نعملوا باني، اذا كان باني بالزيت بالمقلي انا نبعد برشا على الزيت والمقلي. دونك شو عملت، خديت هذيا الاسكالوب زر دجاج، نحالي الدجاج نحالي العظم نتاعو وقصيته هكايا معناها قصيته هكايا معناتها بالطول وبالعرض، ومن بعد عملت فوحته بشويه زيت زيتونه وشويه ملح وشويه فلفل اكحل شويه كركم زعتر وشوية كليل اللي عندكم لفاح، معناتها الدجاج يقبل برشا اللفاح حق شوية ثوم. وبعد خذيته وفوحته قعدت هكا باش خذا فيه لفاح، تجمو اذا كان تحبوا مثلا في الصباح تفوحوه وفي الليل تشويوه مثلا. انا هذي عملته عشية دونك عملت معاه طرف سلطة خضراء، حطيت في القلاية حطيت شوية زبدة ومن بعد ما سخنت حميت الزبدة وين رميت الزر نتاعي بعد ما تفوح تجا خذا فيه لفاح. راهو بعد راهو هذا يجي ارطب ارطب محلاه وخفيف بنين بنين، حتى معناها دو بار تروا بار كيما تحب، بعد تقصوا في عوض انت باش نشرحوه، احنا انا في عوض باش نشرحوا من الاول. دونك باش نعمل نشويه بالطريقه هذه ومن بعد نقصوا على طرفين على ثلاثه طروف انت كيما تحب. والله عملته مع طرف سلطة خضراء صدقني خفيف وبنين وصحي ما نحكي لكمش. أوكا كيف يتقص، شفت محلاه كيفاش كي يتقص يبدا هكا راوي، تحس طرف الدجاج تاكلو وتتمتع معناها، مش كيما تبدا هكا مشويه في افتفال تبدا جلد على عظمه. نعرفش انا اذا هكا يعجبني. عملت شويه سلطة خضراء بالليتو والطماطم وفجل وبصل، فوحتها بشوية زيت ومل وخل وفلفل اكحل وملح. باش نعملكم كريم ديسير، باش تستحقوها عاد هذيا الكريم ديسير للرمضان. 500 مليليتر حليب، عليهم زوز مغارف كبار نشا، عليهم زوز مغارف كبار شوكولا بودر معناها شوكولاتة بودر ولا شوكولي كيما تحبوا، ما غير ما احنا مانيش بنعمل سكر ما غير سكر. دونك نخلطوا الحليب مع النشا مع الشوكولا بودر، نخلطوهم بالبي ومن بعد نخليهم نطيبوهم حتى لين يوليو كريم. راهي الكريم ديسير راهي بنينه قد ما نقول لكم بنينه، جربوها راهي وخفيفه وصحيه معناها ما فيها لا سكر لا فيها حتى شيء. جوست بعد ما نصبها باش نرمي هكا فيها طبع شوكولاته كيما تحبوا ترمي فوقها طبع شوكولاته كرم بسكوي كيما تحبوا. المهم هذه الرمضان راهي بنينه في سهريه رمضان، احسن ما تعملوا فيها الحليب وفيها الشوكولاته مفيده، دونك معناتها حتى باهيه يعني للسهريه باهيه برشا. ومن بعد الشوكولاته النوعيه اللي تحب عليها، انا عملت شوكولاته سعيد دونك طابع شوكولاته حليب. ومن بعد انت تجم تحب هي بعد تخلطها تسرى هذيك الشوكولاته ديجا تسرى تعطي الحلاوه للكريم ديسير. جربوها راهي بنينه على الاخر. هذه كان الفيديو نتاعنا، ان شاء الله يكون عجبكم وكنت خفيفه الظل عليكم.
وما تنسوش عادل في الاشتراك والجيم والكومنتير. وإلى اللقاء مع فيديو جديد وفكرة جديدة.